أمسى من كل هو الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع غروب يوم جديد وحركة الطيران. سبحانه وتعالى مع التسابيح وقرآن ختام اليوم وانتظار صلاة المغرب وغروب الشمس اهي احمرار الشمس القوس الأحمر غروب، وأدي حركة الطيران برضه. ربنا سبحانه وتعالى من سورة طبعا لقمان. اللهم اجعلنا من الشاكرين. تكاد الشمس تغرب والمنظر العام اهو الطائرة موجودة. الشمس ملت الغروب. طبعا قراءة القارئ بيقرأ علينا ما تحصل من سورة لقمان بقراءة نافع. بمد البدل والعارض سبحانه وتعالى سبحانه. عشان الذي خلقنا وخلق الدنيا يحذرنا. سبحانه سبحانه
سبحان الله سبحان الله. طبعا صدق الله صدقت يا ربي فيما قلت. انسان امسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. انسان امسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا حركه الطائرات لا تتوقف طبعا هم في الجو وطبعا بيقدروا الناس الصايمه دلوقتي بيقدروا في اتجاه وهذا الطائرات ايه دليل ان مطار القاهره في كفاءات ومصر عندها كفاءات الحمد لله ربنا حارس مصر لان فيها الخير وفيها القران وفيها السنه وفيها الايمان فان شاء الله يكون باذن الله سبحانه وتعالى ربنا بيحرس بلادنا واولادنا اهو هذا اولادنا وابنائنا من الطيارين ومن الملاحين ومن الموجهين ومن الارضيين فسبحان الله أهو. سبحان الله على الطائرة بتسير في اتجاهها والتانية برضو تحت اهي وهذا الشمس ملك الغروب خالص فأمسى أمسى الملك كله الحمد لله ولا إله إلا الله وكل والله الليل والنهار إن في ذلك العبرات والأبصار. نحن في انتظار اختفاء قرص الشمس في الأفق مساوي للأرض بيبدأ إن شاء الله يأذن الله بغروب الشمس ويأذن الله بصلاة المغرب وحنا طبعا كده استوت الشمس بمغمزات الارض كده الشمس واذن المغرب اهو هنا بقى في سبحان الله هذا طائرتين منظر جميل في المغرب اهو طائرتين بتتقابل حاجه جميله منظر جميل طائرتين بتلتقي اهي مع اذان المغرب التقاء طائرتين في مسافه واحده في العلو ولكن ايه في مسافه ايه بسيطه بينهم اللي هي التقابل بتاعهم وكل طائره اتجاه طائره للشمال هي العلويه ديت متجهه الى مطار القاهره من الشمال لمطار القاهره والثانيه متجهه من مطار القاهره الى اللي هو لاوروبا فسبحان الله والثانيه اهي هذا الطائره وديت هنا عندنا اهي اتجه القاهرة جميل أوروبا القاهرة والتانية اتجهت إلى الكهف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاح حي الصلاح حي الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحينا المسلمين ومتنا المسلمين وكلنا أجمعين وادخلنا في عبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.